جدول الترتيب كله بقى استعرضنا موقف الفريقين، لكن خلينا نقول لجدول الترتيب. الاهلي في الصداره 10 نقاط متساوي مع الترجي، لكن اللقاءات المباشره لصالح الاهلي 0-0 و1-0 لصالح الاهلي. كامبالا 6 نقاط، وتاون شيب طبعا ما عندوش ولا نقاط. اي نتيجه مشابهه للاهلي مع الترجي النهارده الاهلي اول، يعني الاهلي يكسب الترجي يكسب الاهلي اول، الاهلي يتعادل الترجي يتعادل الاهلي اول، الاهلي لا قدر الله يخسر الترجي يخسر الاهلي اول. اذا كل الحالات المتشابهه ما بين الاهلي والترجي، الاهلي في مواجهه كامبالا والترجي في مواجهه تاونشيب، يعني كلها لصالح الاهلي. الحاله الوحيده لا قدر الله اللي تخلي الاهلي تاني المجموعه النهارده ان الاهلي يتعادل او يخسر والترجي يفوز. النهارده بقى يعني كل المجموعات دوري ابطال افريقيا، كل المجموعات لعبت النهارده، والاتحاد الافريقي عامل يعني سياسه جديده شويه. اولا زمان كنا بنلعب جمعه وسبت وحد لو تتذكروا، دلوقتي خلاص دوري ابطال افريقيا بيلعب يا جمعه يا سبت، والكونفدراليه هي اللي بتلعب الحد، ودوري ابطال افريقيا بيلعب يا ثلاث او اربع، بس غالبا دوري ابطال افريقيا بيلعبوا الثلاث، والكونفدراليه هي اللي بتلعب الاربع. النهارده كل المجموعات لعبت، المجموعه الثانيه، المجموعه الثالثه، المجموعه الرابعه. عايز اقول لكم خلاص يعني صعد رسمي فهمي نظمي، صعد مازيمبي ب 12 نقطة، ووراه على طول وفاء الصيف بعد ما كسب النهارده مولودية الجزائر 2-1. مازيمبي تعادل مع الدفاع الحسن الجديدي 1-1 في الكونغو، لكن وفاء الصيف فاز على مولودية الجزائر 2-1. يبقى الترتيب يعني مازيمبي ووراه وفاء الصيف، وفاء الصيف فاز على المولودية 2-1، ومازيمبي تعادل مع الدفاع الحسن الجديدي 1-1، وعندك زيسكو تعادل مع النجم الساحلي 1-1. وبكده كده كان النجم قبل اللقاء صاعد كأول المجموعة، وزيسكو كان عنده أمل إن هو يكسب النجم، وأول أغسطس كان يتعادل مباراته، لكن أول أغسطس كسب كمان هو 2-1، وبالتالي يبقى صعد من المجموعة ديت النجم الساحلي وأول أغسطس. يبقى الصاعدين لحد دلوقتي كلهم بقى المتأهلين في دور الثمانية أو الواصلين لدور الثمانية بالترتيب، عندك مازيمبي خلاص أول، النجم الساحلي أول، الوداد أول بأي صورة من الصور النهاردة، حتى لو خسر مباراته دلوقتي كده أول. يبقى الوداد والنجم الساحلي ومازيمبي. الأهلي متصدر المجموعة إن شاء الرحمن أول، يبقى دول أول أربع أوائل بإذن الله. إحنا حاطين الأهلي بس في الآخر على أساس إن الكرة فيها كل حاجة، فخلينا ننتظر يعني. لكن الأهلي كده صاعد، بس أنا بتكلم على الترتيب. فمازيمبي، النجم الساحلي، الوداد المغربي، والأهلي إن شاء الرحمن، يبقى دول أول أربع أوائل. عندك دول بقى في ثلاثة صعدوا رسمي خلاص، في واحدة من اثنين اللي هتصعد معاهم، يعني وفاء الصيف خلاص صعد بقى تاني، ما فيهاش هزار، عمره هيكون أول وما طلعش، لا صعد. أول أغسطس هو بطل أنجولا برضه صعد، والترجي التونسي برضه صعد، لكن يبقى الترجي هيبقى في الخانة ديت إن شاء الرحمن يفضل فيها اللي هو تاني، أو يروح أول لا قدر الله لو الأهلي حصل له أي نتيجة يعني مش متوقعة النهاردة. صن داونز أو حورية. صن داونز بيلعب حورية الغيني دلوقتي في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه، الشوط الاول انتهى 0-0. انا بديكم كل الخلفيه في الحته الافريقيه. صن داونز عنده 5 نقاط، وحورية الغيني عنده 8 نقاط. التعادل في صالح حورية الغيني، الفوز بالتاكيد لصالح حورية الغيني لانه عنده 8 وصن داونز عنده 5. الفوز هيدي افضليه لصن داونز ب 8 نقاط، ودول 8 نقاط يعني صن داونز هيبقى عنده 8 نقاط وحورية الغيني عنده 8 نقاط، لكن برافو عليك تمام، لكن اللقاءات المباشره هتبقى لصالح صن داونز، لان صن داونز يعني متعادل مع حورية الغيني في غينيا 2-2. يبقى صن داونز لو كسب حورية الغيني في المباراه اللي بتتلعب دلوقتي واللي انتهى الشوط الاول 0-0، المباراه في جنوب افريقيا، صن داونز لو كسب هيبقى 8-8، 8 نقاط مع حورية الغيني 8 نقاط، لكن المواجهه المباشره هتبقى لصالح صن داونز. تعادل في صالح حورية الغيني، فوز لحورية الغيني طبعا في صالحه. يعني الوداد ما عندوش ازمه خالص لانه كده اول، الاهلي مع كامبالا والترجي مع تاون شيب، يبقى خلاص كده كل الامور اتحسمت واتعرفت. يبقى بعد اللقاء باذن الله مع كابتننا كابتن ماهر همام وكابتن حماده صدقي وكابتن اسامه حسني ان شاء الرحمن، بعد نهايه لقاء الاهلي مع كامبالا هنستعرض كل المواقف والقرعه هتبقى مين. انت هتلاعب فرقه من ثلاثه، سهله جدا، فرقه من ثلاثه لو استبعدت الترجي، او خلاص كده انت هتستبعد الترجي باذن الله، هتلاعب يا احسن ثواني او مش احسن ثواني، اسف،
الثلاثة التواني في المجموعات الثانية، أو لا قدر الله الثلاث أوائل في المجموعات الثانية. إن شاء الرحمن نلعب الثلاث أوائل بإذن الله في ثلاث تواني بإذن الله، ثلاث تواني في المجموعات الثانية. طيب شرحت لكم الوضع سريعا كده، إن شاء الرحمن كمان يمكن قبل المباراة ما تخلص هقول لكم يا حورية الغيني يا صن داونز مين اللي فاز ويكمل المتأهلين لدور الثمانية. تعالوا نشوف مشوار الأهلي في البطولة دوري الأبطال. الأهلي 255 مباراة، 255 مباراة في دوري الأبطال، فاز 125، خارج ملعبه 28، تعادل 75، الهزائم 55، أهدافه 382 هدف، الأهداف اللي عليه 197 هدف. ده دوري أبطال أفريقيا بس. أنا عايز أقول لكم، خليها بس كده، خليكم عظمة الأهلي ومكانة الأهلي على المستوى الإفريقي أو المستوى المحلي بتتمثل في الأرقام ديت. مثلا يعني الأهلي 255، ممكن تلاقي كل أندية مصر ما جابتش ال 255، ممكن تلاقي كل أندية مصر ما جابتش ال 255، وده بيبينسل لك عظمة الأهلي في بطولة واحدة بس اللي هي دوري الأبطال، وهي الأكبر والأحسن والأقدر والأعرق وكل حاجة، والأقيم تسويقيا كمان يعني، والأغلى تسويقيا. هو الأهلي جاي فيها 255 أو لعب 255 مباراة. ممكن لو جمعنا كل المباريات اللي شارك فيها الأندية المصرية ما تجيبش ال 255 مباراة. كمل بقى سمير. مشوار الأهلي بقى في كل البطولات إفريقيا مفيش كلام، مفيش نقاش، لا يمكن لا يمكن كل الفرق المصرية تجيب الرقم ده، 335 مباراة، لا يمكن 335 مباراة في كل المباريات الإفريقية، مفيش كلام. دي ممكن نتراهن عليها مثلا على إزازة حاجة ساعة كبيرة، ما تبقى صغيرة، ممكن تبقى إزازة حاجة ساعة كبيرة. فوز 168، انتصار، فوز خارج ملعبك 36، تعادل 91، هزايم 76، أهداف 494. يا ترى مين صاحب الهدف ال 500 بعد 6 اهداف باذن الله؟ يا رب ان شاء الله الرحمن تكون في البطوله اللي احنا فيها. عليه 255 جول، 100 100. طيب خليني اقول لكم كمان، عشان لازم هيبقى فيه تواصل بيني وبينكم، مفيش كلام، مفيش هزار، مفيش نقاش. ان شاء الله الرحمن من اليوم اللي جاي اللي هو يوم الجمعه ان شاء الله باذن الله في ملعب الاهلي الجمعه اللي جاي هيبقى فيه تواصل بيني وبين حضراتكم، يعني انتوا تبعتوا لي وارد على حضراتكم على طول، وهنحاول ان احنا نكون مباشر على طول في لحظتها باذن الله هنا من خلال ملعب الاهلي. وكمان قولوا لنا كمان تتوقعوا مين تالق مين النهارده، ومين اللي ممكن يبقى له الاسبقيه من لعيبه النادي الاهلي في احراز الاهداف من خلال توقعاتكم وملعب الاهلي وعلى صفحتنا على الفيسبوك ملعب الاهلي. تتوقعوا تالق مين؟ وليد ازارو، وليد سليمان مش موجود النهارده، انذارين، مؤمن زكريا، عمرو السوليه، حسام عاشور، احمد فتحي، تتوقعوا مين؟ مين اللي ممكن يبقى ليه التالق النهارده؟ او اسلام محارب، ناصر ماهر، تتوقعوا مين من خلال صفحتنا؟ لكن في اللي جاي باذن الله من يوم الجمعه هيبقى فيه لقاءات مباشره او تواصل مباشر بيني وبينكم باذن الله من يوم الجمعه اللي جاي. طيب الحاجه بس اللي ممكن تبقى يعني ممكن تبقى عاقه شويه النهارده، يعني لازم الشناوي ياخد باله لو شارك من البدايه، الشناوي لازم ياخد باله كويس قوي لانه عنده انذار. عمرو السوليه لازم ياخد باله كويس جدا 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 لانه عنده انذار برضو. عندك محمد هاني عنده انذار، وكولوبالي عنده انذار. ده رباعي مهدد بالغياب في اولى المباراه في دور الثمانيه، لان هتبقى ذهاب لبره ارضك كمان، لان انت ان شاء الله الرحمن تبقى اول باذن الله. يبقى الشناوي، عمرو السوليه، محمد هاني، وكولوبالي. لائحه الاتحاد الافريقي بتقول ان انت لو عندك انذار واحد بيتشال، يعني لو خرجت المباراه من غير الرباعي ده ما ياخد انذار النهارده ان شاء الله باذن الله تعالى، يبقى المباراه الاولى في دور الثمانيه ما فيش انذارات عندهم، خلاص اتمسحت، خلاص مش هتبقى موجوده. لكن الايقاف لا يمنع، يعني لو واحد عنده طرد او كارت احمر مباشر يعني او انذارين. ده كان عرض سريع لمباراه مهمه جدا 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 النهارده. الاهلي هو امل كل مصري في الفوز بدوري الابطال افريقيا من 20 سنه باذن الله، يتحقق النهارده باذن الله كمان، وخصوصا الالفيه الثالثه كانت وش الخير على الاهلاويه من 2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013، ست القاب حصدها الاهلي في الالفيه الثالثه. ان شاء الرحمن باذن الله تبقى السبعه في الالفيه الثالثه والتسعه على مدار تاريخ الأهلاوية. بعد الفاصل مع كابتننا كابتن ماهر وكابتن حمادة وكابتن أسامة حسن.